بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى حمدا كثيرا، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله ربنا للعالمين هاديا وبشيرا ونذيرا، ورضي الله عن آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه وهديه وارضى عنا معهم يا رب العرش العظيم. قال الله تعالى في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس حب الشهوات. الشهوات هي ما يشتهيه الإنسان سواء حل أو حرم، كل ما يشتهيه أي تتطلبه نفسه البشرية فهو شهوة، فإن وضعها في حلال كان حلالا، وإن وضعها في حرام كان حراما. فالشهوة بعينها لها وجهان في كثير من الأحيان، النساء وكل ما ذكر، إن أخذها الإنسان بالحلال كان حلالا، وإن أخذها بالحرام كان حراما. ولكن من الذي زين للناس حب الشهوات؟ الآية تقول زين، وهذا عند العرب يسمى مفعولا أو فعلا للمجهول عند النحاة. طبعا قديما كان يسميه النحاة لما لم يسمى فاعله المجهول المجهول. زين، طيب من الذي زين؟ بعض أهل العلم قالوا التزيين تزيين إلهي، وبعض أهل العلم قالوا التزيين تزيين شيطاني. قال كيف يجتمع هذا؟ هذا نقيضان، كيف يجتمعان؟ والله تعالى هو الذي يزين الشهوات. إذا قلنا بالقول الأول لا بأس أن نجيب على هذا التفصيل. نعم، على القول الأول إن كان التزيين تزيينا إلهيا فالله تعالى هو الذي زين. كيف زين هذا؟ بمعنى اختبر وابتلى. الله تعالى قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والتزيين هنا تزيين اختبار، جعل المرأة في نظر الرجل شيئا مزينا حسنا، وجعل الأموال من الذهب والفضة في نظر الإنسان شيئا ذا قيمة كبيرة، وجعل البنين الذكور من الأولاد شيئا مهما في نظر الإنسان، جعله هكذا. ثم قال له إن اغتررت بهذه الأشياء فقد ضيعت دينك، إن انحرفت بهذه الأشياء عن طاعة الله فقد أسأت وأخطأت، إن أخذت هذه الأشياء المزينة لك في نفسك من طريق حرام فقد وقعت في الإثم والضلال. لذلك ورد في الحديث الشريف الصحيح الجميل: حفت الجنة بالمكاره وحفت الجنة حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وهذا الحديث النبوي معناه مأخوذ من هذه الآية القرآنية على هذا الاجتهاد الذي قاله بعض المفسرين بأن الذي زين هو الله ابتلاء للبشر. إذا حفت الجنة بالمكاره، لا نستيقظ إلى صلاة الفجر بالنسبة لنفسي، هذا مكروه، مو مكروه حرام وحلال، مكروه يعني ما تحبه الناس. واحد في البرد، أيام برد لا شيء فيه، أو نعسان ويستيقظ، لماذا يستيقظ؟ فهذه حفت الجنة بالمكاره. أتوضأ الماء بارد لا أجد ما أسخنه، هذا شيء تكرهه النفس ولكنه سبيل الجنة. أصوم والوقت حر والنهار طويل وأنا عطشان، هذا أمر تكرهه النفس ولكن الجنة حفت بهذا الطريق. أدفع الزكاة للفقراء وأنا الذي تعبت وأنا الذي جهدت وأنا الذي حصلت المال وبعد ذلك أعطيه الإنسان لم يتعب فيه، النفس لا تكره هذا، لا تحبه. لذلك حفت الجنة بالمكاره، أي بالأشياء التي تكرهها النفس البشرية، فإن قاومها الإنسان فحي هلال. وحفت النار بالشهوات. هذا القسم من الحديث منطبق ومأخوذ من الآية الكريمة: زين للناس حب الشهوات. فسرتها الآية قالت من النساء. لذلك أيضا ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وكل واحدة من هذه الشهوات تحتاج تفصيلا لدرس كامل أو أكثر، ولكني سأعرض عليها لنفهم عموم الآية هكذا. قال:
النساء أمرهن خطير، لذلك قدم الله تعالى هذه هذا الشيء وهو النساء من أوائل الشهوات فجعله في المقدمة. زوجتي قد تضغط علي فتقول لي أريد مالا أريد متاعا وأنا لا أملك، أضطر على زعمي أنا أضطر لأكل الحرام حتى أعطيها. أحب امرأة لكنها والعياذ بالله فاجرة، فأنا أرضى بفجورها لأنني أحبها. جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني وغيره أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال طلقها. قال فإني أحبها. قال فاستمتع بها. إن امرأتي لا ترد يد لامس. أهل العلم اختلفوا في معنى الحديث الشريف، هل هي والعياذ بالله وصلت إلى الزنا فكلما لمسها إنسان أشارت إليه ليأتيها فيزني بها والعياذ بالله؟ قال بعض أهل العلم بهذا، والراجع أن ليس هذا هو المعنى، وإنما أنها ليست صالحة فإذا لمسها الرجل فإنها تسكت ولا تظهر شيئا، يعني كأنها تستحي هذا الشيء، ليست زانية والعياذ بالله، لكن إن لمسها بعض الرجال كأنها تستحليه وتسكت لا تقول شيئا. أما المرأة العفيفة الطاهرة ماذا تفعل؟ تنكر. ماذا تفعل؟ كذا كذا، لا تسكت لهذا الإنسان الفاجر الذي يمسها بالحرام. نعم، فهذا الرأي أقوى في معنى الحديث، أنها قد تستحلي ذلك فتسكت عليه لكنها لا تزني، لذلك قال له نبي الله طلقها، ما دامت كذلك طلقها. قال فإني أحبها. وهذا هو المصاب، أن أحب شيئا وهذا الشيء يجرني إلى الحرام، ليس في الأصل حراما، زوجتي أنا تزوجتها بالحلال لكنها تجرني إلى الحرام فأنا أحبها ولو جرتني للحرام. هنا الشعرة الفاصلة بين الإيمان وبين الانحراف والضلال، بحبة بحبة لكن عند الحرام مليون وحدة امرأة بخيط كما يقال، ارجعي على طرف، الحرام حرام، لا تساوينا عندي أي شيء إذا قلت لي حراما، أنا ما عندي إلا هذا، ماذا أفعل؟ أسرق؟ أكل وأموال أموال الناس بالباطل؟ إيش أفعل ليأتي بالمال؟ فعند الحرام ارجعي على طرف، إن كان الإيمان هو الغالب في قلبي. لذلك قال طلقها. قال إني أحب، هذه المصيبة. قال فاستمتع بها، يعني أسكت وارضى بحالك، كأنه يقول له أسكت وارضى بحالك ونبئها إن تنبهت، ولكن هذا مصاب جليل، هذا مصاب جليل. لذلك جعل الله تعالى النساء من أعظم الشهوات بالنسبة للرجال. العجيب، وهذا أمر مشاهد أيضا، أن الرجل وإن كبر وضعف لكنه لا يزال ينظر إلى النساء وفي قلبه الميل إليهن، وهذا أمر معلوم، يعني قد يكون مضحكا لكنه واقع، رجل كبير في الثمانين في التسعين والعياذ بالله لم يكن عنده تقوى ترى ينظر إلى النساء لكنه عاجز عنهن، لكن في قلبه ذاك الميلان لأنها الشهوة زينة، لذلك ترى ينظر يمينا ويسارا، عجبا عجبا سبحان الله. لذلك هذا التزيين أمر خطير، هذا هو الابتلاء الحقيقي. هذا على القول الأول لأهل العلم بأن التزيين من عند الله ابتلاء واختبارا لنا، وقال بعض أهل العلم وأنا أميل إلى هذا القول وإن كنت عبدا ضعيفا لكن نفسي تنشرح إليه، قال زين أي زين الشيطان للناس، زين للناس حب الشهوات أي أخذ هذه الشهوات بالحرام، لأنني قلت أن هذه الشهوات قد تؤخذ بالحلال، قد أحصل الأموال والزوجات وكذا بالحلال، فزين بمعنى حبب الشيطان إلى قلب الإنسان هذه الشهوات أن يأخذها بالحرام. وقد قلت أميل لهذا القول، لماذا؟ لأن الشيطان هنا مدخله الخفي، زوجة طيبة طاهرة عفيفة محترمة يقول لي انظر إلى تلك المرأة أجمل من زوجتك، وهي ليست أجمل من زوجتي ولكنه تزيين الشيطان، انظر إلى ذاك المال سيارة هي أفخم من سيارتك وهي ليست أفخم من سيارتي ولكنه تزيين الشيطان، يحل الشيء في نظري حتى أخذه بالحرام سبحان الله. وبالمقابل أيضا المرأة يقول انظري إلى هذا الرجل هو أحسن من زوجك أخلاقا، وقد لا يكون أحسن من زوجها أخلاقا ولكنه الشيطان ليزينه لها بالحرام. قال حب الشهوات من النساء والبنين، والله تعالى ذكر في هذه الآية البنين تحديدا لأن أكثر الناس عبر العصور يفضلون الذكور على الإناث ويجعلونهم ذخرا لهم أكثر من الإناث. قال قلت لن أدخل في تفصيل كثير، من النساء والبنين
والقناطير المقنطرة من أي صنف؟ قال من الذهب والفضة. القناطير المقنطرة إشارة إلى شدة الحرص، فكلنا قد يكون عنده مال، لكن ما بلغ القناطير المقنطرة؟ ولكني في قرارة نفسي، بما أن الشيطان يزين لي، أتمنى أن يكون عندي كما بالعام يقول لك على 10 كيلو ذهب. طب إيش تعمل فيه؟ فربنا جاءك، ماذا تفعل فيه؟ مثل قارون، طيب وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، صار عندي هذا، إيش أصنع به؟ بالله عليك، غير هذا الطعام الذي ستأكله، كل أفخر أنواع الأطعمة، فإذا شبعت أضف طعاما جديدا إلى طعام جرد، ستموت، ما بيحتمل الإنسان، جرب، لا يستطيع، أتى النساء، أجمل نساء الدنيا، جرب، وبعد ذلك ما عاد يستطيع، لا يحتمل، طيب خذ أفخم سيارات الأرض واركبها واصعدها وتجول بها بعد ذلك. وذاك أيضا رجل يركب سيارة ضعيفة بسيطة، وقديما كانوا يركبون الأنعام مثلا كالجمال، طيب جمله ضعيف أو جمله قوي نشيط شاب، ركب هذا وركب هذا، كلاهما راكب، يعني كم سيختلف في واقع الأمر؟ هذا أكل فشبع لحما وذاك أكل فشبع خبزا، في واقع الأمر ألم يشبع؟ طيب، ولكن التزيين، التحريض، هذه المصيبة كما قلت، التحريض، تحلية الشيطان ليشوف لك يا أخي ما بدي أشوف، أعوذ بالله، أعوذ بالله. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا من متاع الدنيا قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. تزيين الشيطان بشكل يقول لك شوف وشوف لك، ما بدي أشوف، ما بدي أشوف. الدنيا ملآنة من المزينات، فإذا كل شيء قلت يا ليت لي يا ليت لي، ضاع عقلي وديني. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. كل إنسان له مشاعر يتأثر، ولكن هذه هي المقاومة الدينية الحقيقية، مجاهدة النفس. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، في الآخرة سأنال بإذن الله وفضل الله ومن منة الله خيرا من هذا، فلا يغرنني وألتفت عنه. قال من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الخيل المسومة قال أهل العلم كناية عن جميع أنواع المركوبات التي يركبها الإنسان، فيدخل في ذلك ما اخترع بعد ذلك من السيارات والطائرات، فهي إشارة إلى أنواع المركوبات. دائما الراكب يستعلي على الماشي، هذا أيضا شيء طبيعي في الإنسان، سواء كان قديما راكبا على حصان أو جمل، أو في زماننا راكبا في سيارة أو غيرها، إلا ما يأتيه الشيطان يقول لك طلع ذاك عم يمشي مشونته. لذلك شرع الإسلام السلام، إذا كان هناك راكب وماشي، من الذي يبدأ من السنة؟ قولوا لي الراكب، صدقتم. السبب الله بارك فيه، عشان يكسر النفسية الشيطانية، مو أنا راكب الشيطان قل لي أنت راكب أشوف عم بدرويش عم بمشي عجلي، كسر شيطان كله السلام عليكم أنت الراكب، ليكسر الله تعالى في النفس شهوة الاستكبار، يستكبر الإنسان بالركوب فيكسر ذلك بالسلام، أفشوا السلام تنكسر حدة الاستكبار فيرجع الإنسان إلى حقيقة إيمانه. قال والخيل المسومة، والتسويم هو التزيين، كانوا قديما يزينون الخيول، ولا يزال بعض الناس إلى الآن يحليها بأشياء جمالية على رأسها على هكذا مكان جلوسه وهكذا. والخيل المسومة والأنعام والحرث، الأنعام أيضا كناية عن جميع الحيوانات التي تدر على الإنسان خيرا. والأنعام كما قال أهل العلم 3 أصناف، الإبل والبقر والغنم، الجمال يعني الإبل والبقر والغنم، فهذه الحيوانات كلها نفع للإنسان، طعامها حليب، عفوا لحمها حليبها جلدها صوفها حتى روثها ينفع إلى أرض الإنسان كسماد وغير ذلك. لذلك أيضا يستكبر الإنسان بهذه الأنعام من أجل طعامه وشرابه ومن أجل التفاخر بعددها وكثرتها، فالإنسان يحذر من هذه الشهوة أن يستزيد منها. الآن كما قلنا أيضا يدخل في قضية السيارات، كل فترة بعض الناس يزين الشيطان سيارة جديدة، قال حرام ما عم بسرق، والله ما عم ما قلت لك تسرق، لكن هون عليك هون عليك، كما قلنا لا عيش إلا عيش الآخرة، كل سنة سنتين سيارة جديدة، قال بالحلال وإن كان بالحلال هونا ما هونا ما هونا ما هونا ما. ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في السوق يشتري لحما نضيجا، فقال له ما تصنع؟ قال اشتري لحما. ف
فكأنه شعر من عمر رضي الله عنه أنه يستنكر عليه، قال يا أمير المؤمنين من حر مالي، أنا مالي سريع حدا، عم باكل بالحلال أنا مالي. قال ويلك، أو كلما اشتهيت شيئا أكلته، فما الذي أخرته لآخرتك؟ بالآخرة إذا الله هذا النعيم عم برضه علينا وأنا بالدنيا كل الشهوات باخذها، معناه لماذا أمرنا بالصوم؟ حتى نترك شيئا من الشهوات. لماذا أمرنا بصلاة الفجر؟ حتى نترك شهوات النوم. فإذا كل الشهوات هذا غير صحيح. قال ويلك أن كلما اشتهيت شيئا أخذته، فماذا تركت لآخرتك؟ سبحان الله. قال والخيل المسومة والأنعام والحرث. الحرث هي المزارع والبساتين التي فيها الخضرة وفيها الثمار الناضجة، فالإنسان يفرح بهذه الثمار الناضجة تنتج له محصولا وفيرا، أو يفرح بجمال الخضرة ونضارتها وهيئتها التي تبهج النفس أيضا إذا دخلها، حكى الله لنا في سورة الكهف. قال الله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك، الحرث هنا جنتك، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لأن النفس أيضا تقول ما شاء الله، شوف المزرعة ورأينا ما حل بمزارعنا، ابتلاء من الله. أكرر، ابتلاء من الله، انسى كل شيء في الدنيا، ابتلاء من الله. تعلق زائد، تعلق زائد هونا ما، الدنيا كلها هونا ما. بالله عليك، بالله عليك أخي، أنا أنصحك، أريد الخير وأنصح نفسي قبلك، هونا ما الدنيا ستأتي وهي راغمة، لكن تعلقي وحرصي وتزيين الشيطان لي لأحب هذه الأشياء زيادة عما أذن الله به سيوديني إلى الهلكة إن لم أحرص على نفسي وأبتعد عن الحرص الزائد. قال والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. المآب هو المرجع، والمرجع يكون يوم القيامة كما ورد عن عمر أشرت لكم، ماذا تركت لآخرتك؟ أقول في نفسي سأترك هذا الطعام الفاخر اليوم وثمنه سأتصدق به لوجه الله من أجل أن أؤخر لآخرتي. لن أشتري هذه السنة هذه السيارة الأحدث وسأؤخرها لآخرتي، والمبلغ الفارق بينه وبين سيارتي الآن سأتصدق به أو ربعي أو ثمني أو أي شيء منه حتى أترك شيئا لآخرتي. فالذي يعد لآخرته يخفف من شهواته، والذي نسي الآخرة أكثر من الشهوات فغلبته على دينه. اللهم ربنا نسألك أن لا تجعل الشهوات سبيلا إلى المحرمات، بل أن تجعلها سبيلا إلى طاعتك فيما أحللته لنا.